ملعب ويمبلي في عام 96 في المباراة النهائية أمام منتخب التي تتغيب عن المنتخب الإنجليزي. ولدينا فرصة تلاقة إنجليزية عند الكرة من سلاسي ممتازة تشيكية وصلت فطرة، وكل نجوم الإنجليز بالنسبة لمنتخب قادر لأن يصل بعد مجموعات. ونتحدث عن مباريات ونتحدث عن إثارة حاضرة، لكن هنا أيمن على طريق أتري علي يرسل الكرة داخل منطقة الجزاء، محاولة ياسر الأمم الأوروبية وكذلك التألق من خلال الوصول للنهائي، وكذلك اللاعب ليتعادل مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي على مستوى سياب. كانت موجودة كرة تصل من الجانب الأيمن، فرصة ما زالت قائمة على مر بالنسبة مايكل كين. لدينا هنا الركلة الركنية ترسل عالية راسية لا تأتي عند الكرة، هنا تمريرة حاول أن يخترق بتمريرة بينية، لكن ما في المنتخب الإنجليزي قال بأننا نستمتع في ما بيننا وفي قليل من المرات. كرة تصل منقولة من الطرف الأيسر، لكنها مباراة 39 بالمناسبة مع المنتخب الإنجليزي. بالنسبة إنجليزية عن طريق هاري كين البحث عن مساندة، هنا تمريرة وكرة في الكرة الماضية، ممتازة كانت التمريره من جانب ارسيتي امام فريق توتنهام في بطوله دوري ابطال اوروبا، لكن كره تصل منقوله في الطرف الايمن، سانشو يمرر وصلت باتجاه باركلي والأربعين دوليا. كره تصل منقوله في الطرف الايمن، طالت هذه الكره وعادت مره اخرى حاضره باتجاه سانشو، منقوله في الطرف الايسر مره اخرى، شيلول وعرضيه كاسه تمريره، فرصه لا تاتي خطيره، دفاع في اللحظة الأخيرة عليها الكرات إما لرحيم السيلينج أو كذلك الأمر بالنسبة إلى أهداف فريقهم على طريق كادربيك، يمر كرة ممتازة، محاولة تشيكية إلى ركلة مرمى في اللقطة الأخيرة في محاولة تشيكية طريق رحيم السيلينج، عند الكرة مر ممتاز، رحيم يتقدم يسقط لا وجد خطأ. المنتخب الإنجليزي في محاولات البحث وهنا كرة خطيرة، جول 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 بعد البحث في كرات الأصود الثلاثة، هنا تضرب نعم المنتخب الإنجليزي بأول أهداف في هذا اللقاء. رحيم وصلت إليه الكرة مثل ما كان يريد، وسانشو نعم يواصل تمريراته وهداياه، الأمر لا يقتصر على فريق بروسيا دورتموند، كذلك الآن في أول المباريات له كأساسي مع المنتخب الإنجليزي من خلال البداية بعرضيات وبكرة رحيم التي كرة تصل طويلة عادت إنجليزية منقولة في الطرف الأيسر في جمهورية تشيك، كرة تصل من الطرف الأيمن إنجليزية تمريرة حاضرة، فريق البايرن وكذلك خطف الصدارة بفرق الأهداف بالنسبة لأوروبية، لكن هذا المدرب يريد كذلك أن يعطي وأن يضخ عودة للخلف من جديد، البحث مستمر، هنا تمريرة باتجاه هاري كين، عاد الكرة عرض عادت إلى حارس المرمى من جديد، يرسل كرة طويلة إلى الطرف. عن البطولات التي يخوضها فريق مانشستر يونايتد عالية من جرم المنتخب التشيكي، لكن الكرة كانت مقطوعة بتعود بعد ذلك، خطأ كان موجود على باركلي، الدفع باليد اليوم في هذا الملعب، وكذلك كان قد حكم مباراة انجلترا أمام منتخب مالطا التشيكية. بعد ذلك كرة ترسل عالية خطيرة تأتي، ولكن الحكم هنا عائد المساندة الدفاعية يتحصل هنا على نفذ الآن من بيكفورد، سقوط لأجلي آلي كاب والتدخل اللي كان موجود من جانب بافيلكا في اللقطة، كذلك يشتكي ربما من إصابة بعد التدخل في اللقطة الأخيرة. ويدرب بوتشيتينيو، هنا نشاهد كرة رحيم السيرلينج والعرضية المثالية المميزة، سلاسي وتمريرة، كرة مقطوعة بتعود مرة أخرى من الجانب الأيمن، لكن تمريرة باتجاه سانشو، جاد يتقدم من الطرف الأيمن، حاول مستمرة مرور وتقدم من جديد، يا سلام يا سلام يا سلام. هنا في مباراته الحالية في الدقائق التي مضت، هنا مرة كان في اللحظة الأخيرة للكرة الماضية بالمرصاد وبالتالي حولها، زالت عرضية ترسل عالية داخل منطقة الجزاء، كرة تبعد وسانشو سلام، الله مميزة كانت الكرة الماضية، وهنا العرضية تأتي، لكن باركلي جوردان اندرسون يرسل كرة طويلة لمصلحة المنتخب التشيكي، هنا تمريرة، هنا محاولة المنتخب التشيكي ليبحث عن هدف التعادل في هذا اللقاء. نهاية الشوط الأول كرة عالية راسية تأتي، ولكن قبل ذلك صفرة من توماس سوتشيلافي، دائما يتابع ويناظر في بطولة كأس الأمم الأوروبية، تواجد في 6 مرات سابقة في عام، ملفتة في هذا اللقاء حتى الآن، بينما هنا هاري كين والتصويبة تأتي، لكن دفع المنتخب التشيكي
صدمت في توماش كالاس حارس المرمى الحارس بافلينكا منقولة كرة داخل منطقة الجزاء رحيم فرصة ممتازة مطالبة بركلة جزاء ركلة جزاء نعم يأتي القرار ركلة جزاء تدخل كان من لاعبين تشيكيين في هذه اللقطة ومن خلال هذه الصورة هنا بالإعادة شاهدوا هنا شاهدوا هنا رحيم سعد وهاري كين على التنفيذ هاري كين نجم توتنهام على تنفيذ الركلة الجزائية هدف المنتخب الإنجليزي حاليا في رحلة البحث عن ثاني الأهداف أمام المنتخب التشيكي هنا هاري كين أمام بافلينكا هاري كين هاري كين هاري كين جول جول ماكينة الأهداف تستمر عن طريق هاري كين نعم أهداف وكرات ومن علامة الجزاء استطاع أن يضيف عدد أهداف مع المنتخب بكرة الماب التي لا تتواجد عرضية باركلي أتت ولكنها من الواحد بعدما أن كانت مقسمة خلف أنديتها وعندما لمنتخب الأسود الثلاثة كرة تصل محاولة تشيكية تسديدة طرف الأيمن حيث سانشو يتقدم يا سلام يا سلام يا سلام على نتيجة البدلاء لدينا كذلك براوس اللاعب ديكلان رايس خط موجود المنتخب التشيكي عالية كرة راسية الله أخطر كرات المنتخب التشيكي كنت تسأل أين هو الدفاع كرة تصل منقولة من الطرف الأيمن هنا تمريرة عادت من جديد إلى ركنية ركنية ستنفذ للمنتخب داخل منطقة الجزاء كانت التسديدة على طول هنا بيكفورد تصدى لها محاولة تشيكية في اليمين عرضية ترسل عالية راسية هنا تأتي لكن بيكفورد تأتي ولكن اليد على لاعب فريق ترابزونسبور الفريق لكن أيضا يعني تشيك 2004 عندما وصل المنتخب التشيكي إلى الدور نصف النهائي عن عام يفوز على المنتخب البرتغالي في الدور ربع النهائي في تلك البطولة يتقدم رحيم إلى هاري كين خطيرة جول 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 حتى بالصدفة لم تدخل نعم يا سانشو ديلي آلي صدمت فيه الكرة وحتى ممتازة تمريرة والكرة ما زالت رحيم سيرلو خلاص الثالث من رحيم نعم خلاص هي لا تريد إلا أن تعانق الشباك يا رحيم فكانت في الشباك واستقرت في الشباك بالكرة اليسارية التي وصلت إليه مثلما كان يريد وبالتالي عملية الانهاض بهدف ثالث الأسود الثلاثة تضرب بالثلاثة أمام المنتخب التشيكي شاهد الكرة والانطلاقة والسرعة والتمريرة والوصول من كايل ووكر خطأ كان من مدافع المنتخب التشيكي وصلت إلى المكان اللي يحبه رحيم وصلت للمكان اللي يسجل من خلاله رحيم لف ودار وحطها على اليسار وهات يا بافلينكا هات يا بافلينكا في كل البطولات ديلي آلي يغادر أكليب يمرر إلى رحيم السيلك اللي لديه الكرة رحيم الله جول الهاتريك نعم هو كذلك الهاتريك من رحيم السيلك في الشباك التشيكية بالتزيدة اليمنية باليمينية واحدة باليسار وأخرى باليمين هنا رحيم السيرلينج يسجل الهاتريك في هذا اللقاء سجل 4 أهداف ما قبل هذه المباراة لكن هنا الهاتريك لرحيم السيرلينج وصلت إليه الكرة بهذه الصورة يا سلام نعم انصدمت في المدافع ولكنها في الأساس كانت رايحة في الزاوية البعيدة بهذه الصورة نعم